الاساتذه اللي عملوا السلام عليكم ورحمة الله. إخواني الأفاضل، أخواتي، أينما كنتم أحييكم جميعا. نحن اليوم ثلاثاء 2 يونيو جوان 2015. الحقيقة لما فكرت أني نتحدث إليكم فكرت في المواضيع اللي ممكن أتطرق لها، فوجدت أنه ربما من بين الأشياء الأساسية اللي ما زلنا محتاجين لها وبقوة هو قراءة التاريخ، التاريخ الصحيح، وكتابة التاريخ قبل قراءته، كتابة التاريخ الصحيح. وفي هذا الإطار ذكرت أننا نعيش هذه الأيام الذكر 24 لأحداث ماي جوان 1991، أحداث كثير ما تصلني رسائل من عند ناس يتساءلوا عنها وعن خلفياتها وماذا حدث فيها، خاصة الشباب. يبعثوا شباب كثيرين لعمر 27 سنة، لعمر 21، لعمر 34 أو عمرها 36، يقول لك ماذا حدث، يعني لا نجد كتابات عن هذه الفترة، وإذا وجدناها فإن نجدها في الغالب مكتوبة بالفرنسية، والآن كثيرين لا يتقنون الفرنسية. وأيضا في الحقيقة أن كثير من الكتابات التي كتبت حول هذه الفترة خاصة بالفرنسية ليست دقيقة إطلاقا. ولذلك لما فكرت نتكلم في هذا الموضوع ورحت نراجع بعض الكتابات، وجدت كثير من المغالطات وكثير من الأخطاء وكثير من الأكاذيب في واقع الأمر. اختصارا، أنا لست مؤرخ ولا أدعي ذلك، ولكني من الذين يعتقدون أن الذكرى تنفع المؤمنين. وفي هذا الموضوع بالذات، وحتى يأتي من يكتب تفاصيل ما حدث، أريد أن أذكر فقط في تلك الفترة، خاصة أني عشت في واقع الأمر في العاصمة، أني كنت مقيم آنذاك في وسط العاصمة الجزائر، وكنت أشتغل كموظف في وزارة الخارجية، شاب آنذاك عمري 22 سنة تقريبا، وعشتها من بكثير من التفاصيل كشاهد على الأحداث. لن أفصل فيها ولن أفصل في شهادتي الخاصة، ولكن سأتحدث إجمالا فقط للتذكير ربما بما حدث وما يجب أن نستفيد منه. اختصارا، في واقع الأمر أنه كان لابد أن تجري انتخابات في منتصف 91، انتخابات برلمانية تشريعية، وكانت هناك حكومة تسمى حكومة حمروش اللي قامت قبل الانتخابات بإصدار قانون التقسيم الانتخابي أو الدوائر الانتخابية. قامت في الحقيقة بعد أن فازت الجبهة الإسلامية للإنقاذ الفيس بانتخابات البلدية والولائية في 12 جوان 1990 فوز كاسح، بحيث احتلت أو فازت ب 850 بلدية فيما أذكر من أصل 1573، إضافة إلى 32 ولاية من أصل 48 مجالس ولائية. قامت هذه الحكومة بمحاولة لكي تقوم بتغييرات، بحيث أنها تقوم بقانون تقسيم الدوائر الانتخابية يخفف من شعبية ومن فوز الجبهة الإسلامية في الانتخابات التشريعية. أدى هذا القانون إلى رفضه من أو الحديث عنه، بداية النقاش حوله إلى رفضه، رفض أغلبية الطبقة السياسية آنذاك، الأحزاب القائمة آنذاك في واقع الأمر، ليس فقط الجبهة الإسلامية اللي رفضت، ولكن أكثر صوت وأعلى صوت وأقوى صوت كان صوت الجبهة الإسلامية، خاصة وأنها شعرت أن هذا القانون يريد أن يضعفها أو يريد أن ينزع منها مواقع في المجلس التشريعي القادم، بحيث أعطيت هذا التقسيم. خلاصة هذا القانون أنه أعطى لمناطق اللي كانت فازت فيها الجبهة، جبهة التحرير الوطني، في الانتخابات البلدية والولائية، وهي مناطق أساسا في الجنوب وفي بعض مناطق الشرق، أعطاها كراسي أو أعطاها
مواقع أكثر مقارنة بالمدن والبلديات اللي فازت فيها الجبهة الإسلامية اللي خفف أو نقص من عدد الكراسي الراجعة إليها أو المقاعد الراجعة إليها. إذا الجبهة الإسلامية رفضت ذلك وهددت وتوعدت وقالت أنها ستقوم بإضراب يدوم 3 أيام، ثم تحول هذا الإضراب 3 أيام إلى إضراب لا نهائي عندما أصرت حكومة حمروش آنذاك على أنها لن تغير هذا القانون. كان المفروض أن الانتخابات التشريعية تجري في 27 يونيو 27 جوان في ذلك العام. إذا كان هناك كسر عظام ما بين الحكومة القائمة آنذاك اللي كانت حكومة جبهة التحرير أو تنتمي لجبهة التحرير والجبهة الإسلامية وأحزاب أخرى. بدأ الإضراب والإضرابات العمالية وتوقفت البلاد تقريبا بعد 4-5 أيام من هذا الإضراب، وامتلأت الساحات العامة في الجزائر كلها، امتدت من العاصمة إلى تقريبا كل المدن الجزائرية وحتى المدن الصغيرة. في العاصمة كان هناك ساحات تجري فيها هذه الاحتجاجات وهذه الاعتصامات إضافة إلى الإضراب العمالي اللي شل في الواقع أكثر من 70-80% من المؤسسات آنذاك. المراكز أو الساحات اللي تركزت فيها آنذاك كان ساحة الشهداء، ساحة أول ماي والحراش، هذا مثلا عن العاصمة. المهم كان هناك حديث، ولكن بدأت الحكومة فيما بعد عندما رأت أن الإضراب ينجح وينجح بقوة وشل البلاد، وبدأ غضب يتصاعد لدى الناس لأن الناس بدأت الأوضاع الاجتماعية اليومية نتاعها تصبح صعبة جدا. كثير من الأماكن لا يوجد أكل، لا توجد محلات مفتوحة، لا توجد الضروريات اليومية كانت فقدت من السوق. فبدأت الحكومة تبحث عن حل، وبالفعل وصلت إلى اتفاق مع الجبهة الإسلامية بحيث أنها لا تخرج إلى أماكن خارج الساحات معينة في كل مدينة، وبحيث أنهم يضمنون الحد الأدنى خاصة في بعض المواقع حيث الإضرابات 100% أو 90% يضمنون الحد الأدنى للناس وأن لا يقطعوا الطرقات إلى آخره. وكان هناك اتفاق على هذا الأساس في انتظار أن يصلوا إلى حل أوسع وأعمق. في ذات الوقت بدأت الجبهة الإسلامية ترفع من مطالبها، وانتقلت المطالب من تغيير قانون الدوائر الانتخابية إلى مثلا بين الشعارات التي رفعت آنذاك لا عمل لا دراسة حتى يتنحى مسمار جحا من الرئاسة. مسمار جحا من الرئاسة المقصود به هنا الرئيس شادي بن جديد آنذاك. بدأت الشعارات ترتفع، وبدأت المطالب تتوسع، وبدأت تتجذر، وبدأ الوضع يصبح غير طبيعي جدا. في هذا الوقت كانت هناك محاولات لتقسيم الجبهة الإسلامية للنقاط، خرجت بعض الأصوات من المجلس الشوري آنذاك، ما كان يعرف المجلس الشوري، وأدانت هذا الإضراب، ولكن استمرت الناس في الإضراب واعتبرت أن هذا تدخل من أجهزة معينة لكسر الجبهة الإسلامية ولكسر الإضراب. في هذا الوقت كان هناك جهة أخرى في الحقيقة تترصد وتنظر إلى الوضع. هذه الجهة على رأسها العربي بالخير اللي كان آنذاك رئيس الديوان للشاذلي بالجديد، الجنرال العربي بالخير، وأصدقائه وزملائه من كبار الجنرالات، وعلى رأسهم خالد نزار وزير الدفاع، وعباس غزيل مدير أو رأس الدرك الوطني، وآخرين من كبار العسكر اللي نعرفهم وسنسمع بأسمائهم تتكرر فيما بعد. هؤلاء لم يكونوا راضيين على حكومة حمروش. حكومة حمروش كانت جاءت بإصلاحات، وكانت تنادي بإحداث إصلاحات قوية وبإبعاد الجيش عن السياسة وبإعطاء حريات أكبر، خاصة الحريات الإعلامية. كان آنذاك تطبيقا لدستور 89 اللي يعتبر مولود حمروش كما يقال الأب الحقيقي لهذا الدستور أو الكاتب الحقيقي لهذا الدستور. وبالتالي كان هناك اصلا انزعاج ما بين او صراعات في هرم السلطه ما بين حمروش ومن معه، يقال ان الشادي ايضا كان يدعمه بقوه،
وما بين بعض كبار الجنرالات اللي ما كانوش راضيين على التوجه المدني لحكومة حمروش. الواقع الكثيرين يعتقدون أن الجبهة الإسلامية أعطت فرصة لهؤلاء، وبالفعل تدخل هؤلاء وقاموا بعملية إطاحة بمولود حمروش اللي كان في وضع حرج، بحيث قدم استقالته في يوم 2 أو 3 جوان مثل هذا اليوم تقريبا قبل 24 سنة. وأدى ذلك الاستقالة إلى في نفس الوقت تقريبا أو في نفس اليوم، يومها يوم 2 جوان أتذكر جيدا، ألقى الشاذلي من جديد خطاب وقال أننا سنمضي في الانتخابات ولن نغير القانون وقانون الدوائر، وأن هذه الإضرابات هي إضرابات ناس خارجين على القانون وأنهم سيحسم الأمر قانونا. في المساء ذاك المساء ليوم 3 جوان بعدها بيوم، كان هناك حالة، أعلنت حالة الحصار وفرض حظر للتجول، وبدأت ودخلت الدبابات وانتشرت الدبابات في المدن الكبرى خاصة في العاصمة، وتم ضرب الناس في الساحات العامة بحيث قتل العشرات. رسميا قالوا أن الذي قتل كان عددهم 17 وأن الجرحى في حدود 100 أو 120 شخص. أكثر التقديرات تقول أنهم كانوا في حدود 150، وإن كان بعض التقديرات الجبهة الإسلامية آنذاك تتحدث عن أكثر من 200 قتيل. أكثرهم سقطوا في الساحات العامة خاصة في العاصمة، خاصة ساحة أول ماي، ولكن أيضا ساحة الشهداء. وإذا بالحالة الطوارئ تعلن ويعين السيد أحمد غزالي رئيس الوزراء ويطاح بالحكومة إذا السابقة، وبعد أيام يتم لقاء، أنا هنا أتحدث باختصار شديد حتى لا أطيل في هذا الموضوع، يتم لقاء مع غزالي ويتم فيه اتفاق ما بين علي بالحاج وعباسي مدني وغزالي في وزارة الخارجية. كانت أيضا من الأقدار أني حضرت، أني كنت موجود في وزارة الخارجية برغم أنه كان يوم جمعة آنذاك، لكن كنت مكلف بما يسمى بلابارمانونس، فإذا بي حضرت أو على الأقل سمعت بهذا اللقاء، لم أحضره بالذات لكن سمعت به ورأيت الداخلين والخارجين، لأن كانت اللقاءات تتم في مقر وزارة الخارجية. وصار في اتفاق، صار في اتفاق بين أحمد غزالي و عباسي مدني وعلي بالحاج. من بين اللي حضروا له هذا الاتفاق واللي كتبوا نص الاتفاق هو شخص فيما بعد سأشتغل معاه عفوا يسمى محمد صباغ. أنا أذكر هذه الأشياء للتاريخ حتى الناس في المستقبل ربما ترجع لبعض التفاصيل لتجدها ربما فيما أقوله أنا وفيما يقوله آخرين. إذن حضر هذا شخص اسمه محمد صباغ، السفير محمد صباغ، وكتب الاتفاق، وفي الحقيقة فيما بعد يروي لي تفاصيله، ربما تأتي فرصة أخرى وأكتب عنه أو أتحدث عنه. لكن هذا طبعا لم يكن مراد الكبار العسكر اللي ما كانوش يريدوا حل، بل بالعكس كانوا يريدوا حالة أو أسباب معينة تدفع بهم إلى إلقاء القبض على القيادات الجبهة. وبالفعل هو ما تم، بحيث أنه في فترة 15-16 إلى 17 جوان تم إلقاء القبض على علي بالحاج وعباسي مدني، ولكن أيضا على ما يقدر بحوالي 480 من كبار قيادات الجبهة الإسلامية، خاصة القيادات الميدانية، ولكن أيضا قيادات أخرى اللي قامت أو اللي رعت الإضراب. وليعتقل عباسي مدني وعلي بالحاج، وسنعرف فيما بعد أنه علي بالحاج وعباسي مدني سيظلون في الاعتقال لما 12 سنة بالنسبة لعلي بالحاج، وعباسي مدني ل6 أعوام في السجن قبل أن يوضع في الإقامة الجبهية. ولتبدأ فيما بعد فترة أخرى لن أذهب في تفاصيلها، لكن ما أردت من هذا التذكير هو أنه في واقع الأمر ما يحدث اليوم وما نعيشه اليوم ليس نتيجة ل
سنوات فقط مضت، وإنما يعود في الحقيقة إلى فترة طويلة ترجع إلى أشهر الاستقلال، إلى صيف الاستقلال وأول انقلاب عسكري في الجزائر على الحكومة المؤقتة، ثم على استمرار على حكم العسكر بشكل أو بآخر، حتى وإن كان أحيانا يتخفون وراء أشكال مدنية، ولكن الحكام الحقيقيين كانوا بومدين وهو عسكري، ثم الشاذلي وهو عسكري، ثم كما نرى الإطاحة بهذه الفترة، لأن هذه الفترة بالمناسبة هي اللي أنهت تقريبا الفترة 5 أكتوبر 1988. والانقلاب اللي سيحدث، الانقلاب أنا دائما أسميه الشوط الثاني في 11 يناير، في الحقيقة هو تكملة لما حدث في إجوان، لما حدث في إجوان 91، وأدى إلى ما نعرفه فيما بعد وما يحدث من مصائب، وتدخل الجزائر في كوارث حقيقية بعد 11 يناير 92. هذه الفترة يجب أن تدرس، وأنا أدعو الناس خاصة من شهدها، خاصة من كان فاعل فيها، خاصة أن يكتبوا وأن يتحدثوا، ومن لا يعرف الكتابة أو لا يتقن فن الكتابة على الأقل أن يسجل، خاصة الإمكانيات التكنولوجية اليوم تسمح بذلك، تسمح بتسجيل في أي تليفون أو في أي جهاز كمبيوتر، أو تسجيل تلك الواقعة وتلك الأحداث حتى لا يبقى التاريخ إما يقبر مع أصحابه الذين يموتون، أو وكلنا سنموت، أو يكتب المزيفون والمحرفون والمزورون يكتبون التاريخ، لأنهم هم الذين ذهبوا وأخذوا المبادرة. طبيعة لا تقبل الفراغ، وإذا لم يكتب التاريخ الصادقون الذين يخافون الله قبل كل شيء، والذين يكتبون عن حقائق ما حدث، فسيكتبه المزورون. كثير من تاريخنا مزيف ومزور وفيه مغالطات، ولو كان كتب التاريخ الحقيقي لفترة 62 مثلا، لفترة الستينات، ولو كان كتب التاريخ الحقيقي لفترة الثورة الجزائرية، لما وجدنا أن خالد نزار يكون وزير الدفاع سنة 89-90، لما وجدنا أن محمد العماري يكون أكبر قائد للجيش سنة 94، لما وجدنا أن إسماعيل العماري يكون هو اليد الضاربة وفي الحرب القذرة، لما وجدنا محمد تواتي، لما وجدنا كثيرين وكثيرين جدا. ولماذا أذكر هؤلاء بالأسماء؟ لأن هؤلاء كانوا ضباط، كانوا كبرانات، بعضهم كانوا كبرانات، بعضهم كان ضباط مبتدئين لدى الجيش الفرنسي، بعضهم حتى كانوا جنود لدى الجيش الفرنسي لكي تبقى الجزائر الفرنسية. محمد العماري مثلا ظل يقاتل مع الجيش الفرنسي حتى سنة 61، وهو يعترف بذلك. يعني لو كتب تاريخ تلك الفترة وكانت الناس تعرف، هل كانت الناس ستقبل بهؤلاء أن يعني يكونوا وزراء ويكونوا قادة الجيش؟ هل كل من لديه ذرة وطنية داخل الجيش كان يقبل أن يكون خالد نزار هو القائد العام للجيش ووزير الدفاع مثلا، أو هو قائده في, في, في الثكنات وقائده اللي يعطيله الأوامر، أو عبد الملك جنايزية أو عباس غزيل أو هذه أو العربي بالخير؟ هل كان هؤلاء سيكونون هم سيقودون هذه المرحلة وسيفتحون الجحيم على الجزائر؟ لا أبدا، ما كان ليحدث. وأنا دائما أتساءل، مثلا شخصيا لم أعرف أن حدث انقلاب في 62 حتى تجاوزت 25 سنة من عمري. يعني درست وتخرجت وكنت دبلوماسي وأنا عمري 23 سنة، ومع ذلك ودرست القانون ودرست التاريخ ودرست الاقتصاد ودرست المالية ودرست كل كثير من المواد اللي تتعلق بتكويني آنذاك، لكني لم أعرف أشياء كما يقولوا بسيطة أولية مبدئية كان المفروض نعرفها في الابتدائي أو حتى نعرفها في الثانوي، ولا أقصد كثير، وهو تاريخ الجزائر، تاريخ الحقيقي الجزائر، من هو من؟ من فعل ماذا؟ كيف كانت الثورة؟ من هم الثوار الحقيقيين؟ من هم الذين التحقوا فيما بعد؟ من الذين قاتلوا مع فرنسا؟ على سبيل المثال، هناك طبعا 100,000 سؤال وسؤال يطرح، وكان المفروض هذا التاريخ لو كتب في فترة الستينات والسبعينات لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه في التسعينات.
ولذلك أنا إذ أذكر اليوم بهذه الأحداث الأليمة وإذ أترحم على أولئك الذين قتلوا، وكثيرين منهم لم يكون ذنبهم إلا أنهم خرجوا في مظاهرة سلمية وفي عصيان مدني سلمي كان آنذاك الجبهة الإسلامية حزب معترف به، وقتل الناس واعتقل الناس وطرد الناس آنذاك، طرد عشرات الآلاف طردوا من مناصب عملهم، ومنهم من لم يعد أبدا إلى شغله. يجب أن يكتب التاريخ ويكتب بطريقة حقيقية موضوعية نزيهة صادقة بكل ما تعنيه الكلمة. وأقل شيء يجب على الذين، وأنا هنا مرة أخرى أدعوهم بل أرجوهم، الذين عاشوا فترات مهمة من تاريخ الجزائر، الذين كانوا فاعلين أو كانوا شاهدين على هذا التاريخ، أن يكتبوه ولا يتركوه يضيع هباء منثورا، حتى إذا ما جاء الجيل وأعاد بناء هذه الدولة وهذا الوطن العزيز يجد على ما يستند عليه، ولا نخدع مرة أخرى، ولا لأن الكثيرين منهم مخادعون وكاذبون في واقع الأمر، وهم يقومون بلا يهمهم، لأنهم لا يؤمنون لا بهذا الوطن ولا برب هذا الوطن في الغالب، يعني لا يؤمنون في واقع الأمر في أفعالهم فيه، ومن ثم يستطيعون أن يزيفوا كما شاء ويكتبوا ما شاء ويخدعوا من يشاءون. اليوم التكنولوجيا تسمح بحيث أن لا تضيع هذه الأشياء، وبالتالي أدعو الناس أن لا يضيعوا هذه الأشياء. بالمناسبة فقط وقبل أن أختم هذا الموضوع أطلت فيه ربما، لأن الكثيرين يقولون أن ذلك الإضراب لم يكن قانوني ولم يكن شرعي، لا، الإضراب كان قانوني وكان شرعي في واقع الأمر، وأنا هنا لا أدافع الجبهة الإسلامية، بالمناسبة أنا لست عضوا فيها ولم أكن يوما ما كذلك، وإنما أنا من الذين يكرهون الظلم ويعارضون الظالم ويعترضون على الظالم ويدافعون عن المظلوم حتى عندما اختلف معه في المطلق. الجبهة الإسلامية ما قامت به كان مشروع قانونا، والدليل أن الاتفاقات اللي حدثت مع رئيس الحكومة مولود حمروش ثم الاتفاق اللي حدث مع غزالي في 7 يونيو كما قلت، إذن كان هناك اعتراف بذلك. والدليل الأكبر والآخر هو أن لما رفعت قضية قبل 6-7 سنوات إلى الأمم المتحدة، إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وصدر قرار قال أن سجن علي بن الحاج وعباسي مدني والآخرين في ذلك الإضراب كان خاطئاً وكان غير قانوني، وبل وفرض على الحكومة الجزائرية أن تقوم بتعويض الذين سجنوا في ذلك الإضراب، وعلى رأسهم علي بن الحاج وعباسي مدني، ونعرف أن علي بن الحاج قضى 12 سنة. أنا لا أدافع عن أي شخص، لأن في نهاية المطاف الأفعال هي التي تدافع عن الناس والأقوال هي التي تدافع عن الناس. كون أن كان هناك ربما بعض قادة الفيس أو بعض الأئمة هنا أو هناك من يقول كلمة فيها تنطع أو تشدد، أو فالناس تقول ما دام الأمر في الإطار السلمي، ما دام الناس تتحدث، وما دام فهذه حرية التعبير مهما قيل ومهما يقال. وكان هناك قانون آنذاك، كان هناك قضاء، وكان المفروض أن يستندوا إلى القضاء وليس إلى الدبابات، ليس إلى الانقلاب اللي كما قلت بدأ شوط الأول يوم ليلة 3-4 جوان، ثم ليعود مرة أخرى في 11 يناير وليحدث تلك الكوارث التي حدثت في الجزائر. أردت تذكير بهذا، وعسى الذكرى أن تنفع الناس، وعسى الناس هذا أن يشجع الناس لكي تكتب وتتحدث عن تلك المرحلة وعن غيرها من المراحل، سواء اللي سبقتها أو خاصة التي تلتها وما فتحت من أبواب الجحيم. أتحدث عن هذا ليس من باب الفضول أو من باب وجود الوقت، أو لكن أتحدث عليه حتى نستفيد منه، خاصة ونحن في مرحلة حرجة، نحن في وضع حرج، الوضع دقيق جدا، الوضع صعب جدا، والجماعة التي تحكم البلاد، العصابة التي تحكم البلاد بعبارة دق، العصابات لأنها متعددة، تعبث وتلعب في وضع عالمي متقلب، في وضع عربي وإقليمي يتسم بالفوضى العارمة، وربما فوضى ستكون أكبر في السنوات القادمة في هذا الوضع. وبالرغم أن هذا النظام جاءته فرص ولا تزال كبيرة جدا لكي يساهم
أو على الأقل يتوقف عن تدمير هذا البلد إذا لم يساهم في إنقاذه، ونحن لا نعتقد أنهم سيساهمون في إنقاذه. مساهمتهم الوحيدة بإنقاذه هو رحيلهم وترك هذه البلاد للشعب الجزائري يختار من يحكم، حتى يستطيع عندما يكون الحاكم مشروع وشرعي ومقبول شعبيا يستطيع أن يقلع بهذه البلاد، هذه البلاد التي تغرق اليوم. نغرق يعني الناس، جاء الآن الصيف، الناس تغرق في الحرارة، أحيانا تنقطع الكهرباء، يدخل رمضان ترتفع الأسعار، العنف الاجتماعي بلغ حدود غير مسبوقة، الفساد بلغ غير مسبوقة، الأمراض ليس لها حدود، المستشفيات استبدلت الحيوانات أحسن منها، المدارس كوارث بكل ما تعنيه، الشباب ضايع في الشوارع وضايع في المخدرات وأفضلهم ضايع في المقاهي، ولا ندري لماذا، لا ندري لماذا ونحن في وسط هذا العالم، الذين البلدان التي تقع في على ضفتي البحر المتوسط هي وسط العالم. الضفة الشمالية انظروا إليها، يعني في وضع مريح، أوروبا في وضع إجمالا مريح لأوطانها لشعبها. الضفة الجنوبية في وضع كارثي، من سبتة ومليلة المحتلتين في المغرب إلى اللاذقية في سوريا، مرورا بالجزائر وتونس وليبيا ومصر، كل هذه الضفة في وضع كارثي بكل ما تعنيه الكلمة. كلمة واحدة لو بحثنا عليها لماذا، لقلنا الاستبداد، الطغيان، الفساد. الطغيان والاستبداد يصنع الفساد، يوزع الفساد، يدمر العقليات الناجحة، يدمر العقول المعطاءة، يدمر الكفاءات القادرة، يدمر الأخلاق، يدمر السلوك الإنساني الطبيعي السوي. فإذا بالانحراف يعم، وإذا بالرداء تملأ الدنيا، وإذا بالفساد يصبح بحار، وإذا بالكفاءات تهرب إلى الخارج، تهرب إلى بيوتها، أحيانا تهرب إلى القبور. وإذا بأرذل الناس، أفسدهم بلطجية كما يقول المصريين يحكمون البلد، واحد من البلطجية، واحد من الميليشيات اللي كان يقتل بيديه، بيديه يتم تثبيته في حزب جبهة تحرير الوطن عمار سعداني، واحد من أقدر الناس وهو صاحب المهمات القذرة وقد قال ذلك عن نفسه، يتم إعادة لارندي له، أحمد أويحي اللي ساهم في تدمير الاقتصاد الجزائري، ساهم في تخريب الجزائر. هذا يعاد موسى الحاج، الحاج موسى، يروح أحمد ويحيى من الارندي يدخل الرئاسة، ثم يروح بن صالح يعود يرجع أحمد ويحيى، سعداني كذا وهكذا يتبادلون. كل من هو فاسد، من هو بلطجي، من هو قاتل، من هو مجرم، من هؤلاء المدنيين يتبادلون المناصب من الوراء، طبقة عسكرية والتحقت الآن بها طبقة ما يسمى برجال الأعمال، أو بعبارة أدق نهب المال، حداد، ربراب، وقائمة طويلة مثالهم، ينهبون البلاد وأصبحوا أيضا يتدخلون كديسيدور، كأصحاب قرار. الوضع مؤلم، هذا ليس التخويف، ليس من طبيعتي، بل بالعكس النظام هو اللي يقوم الناس بتخويف. اليوم الحديث على أنهم القوا السلاح في عين قزام، القوا السلاح في أدرار، داعش جاية من هيه، داعش الغول، يعاود يخوفونا مرة واحدة أخرى، 23 سنة وما يخوفوا في هذا الشعب بالإرهاب. اللي نعرفه الآن وفيه دلائل وفيه كتابات أن جزء كبير منه كانوا يقوموا به، والدليل ما قالوهم لما اعتقلوا أيت عرابي عبد القادر جنرال حسان، اللي كان يقولون باللي هو رأس مكافحة الإرهاب، فإذا به اتهموه، وهذا اتهام رسمي من أنه كان يشكل مجموعات مسلحة وأنه كان يبيع السلاح. جنرال، الوضع سيء بائس، لكن فيه أمل، أمل في الله كبير وفي هذا الشعب، اللي أنا دائما أذكر أنه هو الذي طرد فرنسا عندما ظنت فرنسا من أنها قضت عليه واحتلت أرضه وأصبحت الجزائر جزء من فرنسا. هذا الشعب هو اللي طرد فرنسا، يستطيع أن يطرد هؤلاء البلطجية، هؤلاء ليفوايو صراحة بعبارة دق. أنا لا أقولها من غضب، أنا أقولها بوصف دقيق لما أوصلون إليه،
هذه البلاد، هذه الجزائر كان يمكن أن تكون من أفضل بلدان الدنيا، كان يمكن أن تكون من أقوى بلدان الدنيا، لديها كل الإمكانيات لتكون كذلك. انظروا إلى حالنا، كل واحد ينظر حوله ويرى حاله، يرى فقط الطريق الذي يمشي فيه، يرى كمية القذورات التي تمتلئ بها طرقات الجزائر، يرى كمية الفساد الأخلاقي، كمية الكلمات النابية والبذيئة التي تمتلئ بها شوارع الجزائر. إذا لم يكن هناك مجموعة حاكمة قادرة على نشر الفضيلة ونشر الأخلاق ونشر السلوك القويم وبناء اقتصاد قوي وبناء سياسة قوية وبناء دفاع قوي، فإننا نغرق أكثر وسنغرق أكثر. هذا وضع يجب أن يتغير، يجب أن يقف. الرجل عايش في عالم آخر، ميت فوق كرسي متحرك، وما زال أخوه وبعض الجنرالات اللي معاه مسكينه، وفرنسا وأمريكا فارضينه. يجب أن يتغير هذا الوضع. نحن على أبواب، على كل في نهاية المطاف، نحن على أبواب أحداث هائلة، إما أن نكون فيها أو لا نكون، إما أن تعود فيها هذه الجزائر أفضل مما كانت وأن تصبح أقوى مما يتصور الكثيرين هي ومن حولها من إخواننا وأشقائنا، وإما أن تنتهي إلى الأبد، وإما أن نصبح طوائف ومجموعات نتقاتل. أسوأ مما يحدث في العراق وأسوأ مما يحدث في سوريا، لأن الذي يحدث في العراق ويحدث في سوريا سبب الاستبداد، سبب الطغيان، وهو الذي يولد كل خراب وكل فساد. أنا على يقين أن الخير في هذه البلاد ما زال وسيبقى بإذن الله، وستتغير هذه الأحوال البائسة إلى ما هو خير، لكن علينا أن نعمل ثم نعمل ثم نعمل، وأن لا نتوقف عن العمل وعن الاجتهاد الحقيقي حتى لا نغرق أكثر مما نحن فيه. تحياتي إخواني إليكم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.